أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة. قلاضي رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني. أن الحوار الوطني سيشمل وجهات نظر وأفكار سياسية مختلفة، وكل شيء سيكون بالتأكيد موجودا على مائدة الحوار الوطني حتى يخرج بمشروعات قابلة للتنفيذ وتكون دستورية في الوقت ذاته. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني عقب الاجتماع الثاني من مجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب. شدد المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني على أن حل الحكومة يتم من خلال إقالة أو استقالة أو حتى سحب الثقة، وأضاف أنه ليس من صلاحياتنا حل الحكومة في الحوار الوطني. لفت أيضا إلى أن الدستور المصري نظم متى يتم حل البرلمان، والحوار الوطني ليس من مهام حل البرلمان، ولا يوجد صلاحية لدى الحوار الوطني لحل البرلمان أيضا. أوضح المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني أن حل البرلمان غير مطروح ضمن النقاشات في مجلس أمناء الحوار، ولا البرلمان يملك حل لنفسه أيضا، مشددا على أن انتخابات مبكرة أو غير مبكرة غير أيضا مطروح في الحوار الوطني. ذكر تحديدا وقال: فنحن لسنا سلطة تنفيذية أو قضائية، نحن مجموعة من الناس تحب البلد، وهذه البلد أعلنت من خلال تشاورات مختلفة وتفتح من أجل أن تتحول بشكل أو بآخر لإجراءات. أشار أيضا ضياء رشوان أن المحور السياسي كان محور نقاشات اليوم، وتفرع منه 3 قضايا، وهي مباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان، مؤكدا أن المناقشات تجري على أساس أن جميع الأطراف شركاء دون خصومة، ولافتا إلى أن مجلس الأمناء انتهى اليوم من مناقشات المحور السياسي، وقد استغرق المحور السياسي وقتا طويلا في المناقشات. كان هناك تباين في وجهات النظر بين هنا وهناك، ولكن في المجمل حظي بالمناقشة الرئيسية. أيضا قال المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني أنه تم تشكيل لجنتين فرعيتين اقتصادية واجتماعية من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، ومؤكدا أن الأهم في الحوار الوطني تلبية طموحات الجمهور، فقد رأينا من خلال العرض ماذا يريد الجمهور، ولفت أن دور النخب المختلفة في كل أنواعها سياسية إعلامية أو ثقافية أن تلبي ما يرغب به الجمهور العام، وإذا أحسن هؤلاء التعبير عنه قاموا بدورهم. كشف أيضا ضياء رشوان أن المراحل النهائية التي تفرز من الحوار سترفع لرئيس الجمهورية، والرئيس يكون أمامه بدائل واختيارات مدروسة وجاهزة، وسيختار الرئيس ما يراه الأصلح من بينها. أيضا ذكر في كلمته أن مجلس الأمناء شكل لجنتين تتكون كل لجنة من 4 أعضاء من شأنهما وضع مقترح محدد للمحورين الاجتماعي والاقتصادي كل على حدة، موضحا أن اللجنة الاقتصادية تشكلت من كل من جودة عبد الخالق، محمد فايز، طلعت عبد القوي، والنائبة أميرة صابر. أما اللجنة الاجتماعية تتشكل من فاطمة خفاجي وكمال زايد وجمال الكشكي وريهام باهي، وستقدم اللجنة ستقدم بشكل أو آخر لمجلس الأمناء، يعني ستقدم كل ما لديها من مقترحات من قضايا مختلفة حتى لو قضايا فرعية لمناقشتها. أكد أيضا أنه لا يوجد حبس جماعي في القانون المصري، وكل متهم في نفسه، وبالتالي النيابة لا تملك الإفراج الجماعي عن المحبوسين، وأن النيابة العامة والمحكمة المختصة في الحبس الاحتياطي هما فقط الجهتان المنوطتان دون غيرهما للبت في هذا الأمر. أيضا رد ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني على سؤال بشأن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان، رد قائلا: قرأت تقرير الخارجية الأمريكية ولي ملاحظات عليه، والعالم الحديث نشأ من خلال الثورة الصناعية وتقسيم العمل. أضاف أيضا في كلمته خلال مؤتمر صحفي أن هناك جهات اختصاص بحقوق الإنسان في مصر، وإذا عمل مجلس أمناء الحوار الوطني على أنه ممارس عام فهذا يفسد عمله، هو ناقش العوائق التشريعية أمامه وليس وظيفته متابعة التقارير الخاصة بحقوق الإنسان، هناك جهات مختصة هي من تتابع هذا الأمر. أيضا ذكر في يعني الجلسة، وذكر خلال كلمته أنه سيمد أو مجلس الأمناء سيمد كل الصحفيين الأجانب بالمعلومات ومترجمة، أما فيما يخص كل من خرج من السجن بعفو رئاسي فهو مرحب به للمشاركة في الحوار الوطني. نصل معكم لختام، يعني استقرأنا لأهم ما جاء في الحوار الوطني اليوم،
واستقرأنا الكلمات الأهم التي يعني ذكرها الأستاذ ضياء رشوان. نشكركم شكرا جزيلا للمتابعة، انتظرونا في المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.